في بقى شق تاني هو طبعا الحديث عن الشركات وتحديدا شركة الكرة. المهندس ياسين منصور رئيس شركة الكرة كان اتكلم في فيديو كان لايف لأنه كان مسافر يعني, ده كان على هامش المؤتمر, وقال أن شركة الأهلي حملها تقيل جدا, وأنه كان من المهم أن يكون معاه في مجلس إدارة الشركة شخصيتين من اللي ليهم باع كبير وطويل في كرة القدم, هم المهندس مصطفى فهمي والكابتن حسام غالي. واتكلم كمان عن تواجد عمرو شاهين كمدير تنفيذي للشركة وأنه مكسب كبير جدا, وأكد أيضا يعني مهندس ياسين منصور ان شركه الكره بالاهلي مملوكه للنادي بنسبه 100%, وان الفتره المقبله هتشهد بيع بعض اسهم الشركه, ولكن بننتظر التوقيت المثالي في هذا يعني الملف. الحقيقه كان حدث يعني محترم جدا ووافي, وزي ما انت كنت بتقولي من شويه نهاوند في اجابه على اي سؤال ممكن يتبادر في اذهان اي حد من الحضور او من المشاهدين, فطبعا شيء محترم جدا.